هذه هي الصراحة. إذا بغينا نقولوا الصراحة هذه إذا بغينا نقولوا الصراحة هذه كنهضروا على الواقع، وربما الفلاحة راني كنعرفهم أحسن منك، وكي نقولوا أنا كنعرف أكثر منك بهذه الطريقة هذه، لأن الواقع هذا ماشي الخطاب، الخطابات ديال التلفزيون، لأن حنا اللي كنراقبوا الحكم. باش تشوف هذا الشيء، باش تعرف هذا الشيء، خصك تقارن، تقارن المنظومة الفلاحية ديالنا مع المنظومة الفلاحية في المحيط ديالنا ديال البحر الأبيض المتوسط، خصوصا الغرب ديالو اللي ضرباه، اللي حتى هو كيعيش نفس الإشكاليات. اليوم طبعا غادي يكون عندنا في الجدة باش نتناقشوا على الاختيارات اللي دارت، فهذه الإجراءات هي استثنائية، وهي أولا ما عمرو كان عندنا باش كنستهدفوا الكلفه ديال الانتاج اول مره، وبالكلفه ديال الانتاج غادي ناثروا على الثمن ديال السوق. القضيه ديال الصغير والكبير، انا تيظهر لي هذا الكلام متجاوز. فلاحه واحده، الفلاحه فيها الكبير وفيها الصغير فيها المتوسط، ولكن حتى واحد ما كيدي الحق الاخر، راه الاليات كل واحد عنده الاليات ديالو. الفلاحه الصغيره راه الدوله هي اللي كتستثمر، والفلاحه الكبيره الدوله كتعطي التحفيزات باش الخواص يستثمروا. دونك خصنا نوقفوا بهذا 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 الاخر، وهذه هي الصراحه. اذا بغينا نقولوا الصراحه هذا هو، خصنا نوقفوا بهذا 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 الشيء. الا ما كانش عندنا فلاحه واحده يعني متجانسه، راه ما يمكنناش نحقوا الامن الغذائي. فيما يخص هذا الشيء ديال نتاع التتبع والاجراءات، والسيد النائب المحترم، وانا كنعرفو في الصيد البحري، يمكن ما كيفهم اكثر من الصيد البحري. السيد النائب المحترم ماشي خطابات، هذا الواقع، كنهضروا على الواقع، وربما الفلاحه راني كنعرفهم احسن منك، لان الواقع هذا ماشي الخطاب، الخطابات ديال التلفزيون، هذا الواقع. دونك اسمح لي، دونك كاين هذا الشيء ديال الدعم، غادي تخرج من هنا. الا بغيت تشري، الا بغيت تشري لازوت غادي تمشي تشريه بالثمن اللي قلت لك، يعني راه ما فيهش. دونك شكرا سيد رايز. شكرا. ما فيها باس سي عبد الله، ما فيها باس. لا بدا، تفضل سي عبد الله، قبل نشوفوا نقطه النظام، تفضل سيد الرئيس. غير النظام الداخلي صحيح متعلق باعضاء مجلس النواب، وكاين القانون التنظيمي لاشغال الحكومه كيتعلق بالحكومه، وكاين الدستور فوق منهم اللي كيتكلم على التعاون، ولكن في اطار الاحترام. الحكومه تعرف اكثر من النواب، ما عندنا اشكال، حيت هي عندها المعطيات، ولكن الطريقه باش قال السيد الوزير اللي كنحترموه كنقدروه، لانه جاء عطى معطيات مهمه، وكي نقول انا كنعرف اكثر منك بهذه الطريقه هذه، لا يجوز ان تكون في مجلس النواب، لان حنا اللي كنراقبوا الحكومه. شكرا سيد النائب. شكرا.